شاهد الكبير عيسى قاسمي. نحيي أولئك الذين صنعوا هذه الملحمة من رجالات في ما يعيشه الجزائر وما تعيشه الجزائر اليوم من فالأمة التي لا تنظر إلى علمائها أمة جاهلة. أمسية هذه الذكرى في كلمة ربما تكرار والطمأنينة. إننا إذ نحيي هذه الذكرى اليوم إنما نحييها لنستخلص منها العبر ونستنهض من خلالها الهمم. والجزائر اليوم تحظى بمكانة متميزة في المحافل الدولية. إن الجزائر المنتصرة اليوم بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في عهدته الجديدة تسير ببرنامج على النهج القويم وفق تدبير متبصر لشؤون الدولة والمجتمع، نهج جوهره الحفاظ على الوحدة الوطنية في ظل ديمقراطية تشاركية وحكم رشيد ووعي مستنير يعد المصالح الوطنية ومصالح الشعب الجزائري وأمنه ونقيه من الأولويات، مع إدراك ما تواجه منطقتنا من تحديات كبرى وما تتطلب من جهود لرفع تحديات الحاضر كسبا لرهانات المستقبل.